تأثير ارتفاع أسعار الوقود وسلبياته على سكان ريف حلب الغربي؟ سؤال حلو كتير. أول شيء الخبز، يعني مادة الخبز طاول، الربطة بتجي فيها 8 صار يجي فيها 6، وكل ما لعب ترتفع سعرها كثير. فرنسا سكرت. ثاني شيء المواد الغذائية، يعني إذا اليوم تروح تجيب حمل وترجع أغراضك، أول شيء بزيد عليك هنيك بالنسبة للدولار، وبالنسبة ما في مازوت، كلها أسعار زادت وصار يكلفك زيادة. ده تزيد على المواطن، هي لابد منها. وأولا وأخيرا المواطن في رقبته كل شيء. بنرجع لشغلة ثانية، يعني بدل ما يحلوا موضوع المازوت ويجيبوا مازوت للشعب، لا بيقتلوا بعضه، يعني القتيل بعض اشرف. طلع لا في طريق مفتوح، اذا بدك تروح ضيعه القريبه 3 كيلومتر بتقتل 50 كيلومتر. حلها اذا بتحلها يعني بهالموضوع مع العالم. وشكرا. والله يا اخوي احنا عندنا فرن، هلا صرنا بيجي 25 يوم 30 يوم طفين. ليش مطفين مازوت؟ رامين مازوت 100 110 120 الف، كان الكيلو الخبز 150 ليره، هلا صار الكيلو الخبز 300 ليره. كنا نبيع الربطه الكيلو 150 ليره، هلا نبيع الربطه نص كيلو 300 ليره، يعني دوبل دبلين خبز. ايوه وهلا مطفين واقفين، ليه ما الله ييسره بقى يجي مازوت مشغل. يعني اذا ما اجى مازوت ما بنحس مشغل، انه خزاناتنا كلها فضوا والمولد واقفه والله يفرجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبو محمد، بائع محروقات. سبب غلاء البترول ومادة المازوت والكاز بسبب انقطاع طريق عفرين وجشع التجار، مما أدى إلى ارتفاع مادة المازوت والكاز إلى ارتفاع وصلت لتر المازوت لل 500 ليرة سوري، والكاز نفس الحكي 500 ليرة سوري. فالشعب ما بيتقبل هالأسعار، يعني يجي المواطن يقول لك سعر المازوت 500 ليره سوري، ف يعني الشعب الله يكون بالعون ميت، ما بيقدر لا يطالع لقمه عيشه لحتى يطالع ثمن البترول والوقود. يعني عم يجينا الانسان بده لتر كاز، عم تقول له 500 ليره، عم ينصدم من هالجواب. ايش 500 ليره سعر الكاز؟ فاثر هالحكي سلبا على كل شيء، حتى على المواد الغذائيه، حتى ربطه الخبز نقص وزنه، حتى بياع المواد السمان رفع كل مواد السمانة عنده بسبب غلاء البترول مازوت.